ياسين امتى غتجاوب؟ امتى غتجاوب؟ والله انا ما ساليش نتايني 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 نسالي لونطايم وانا معكم موتيفاسيون علي. اوه السبب رجع ان كوفيد ادى للتضخم، داك التضخم ادى الغلاء للاسعار ديال المواد الاوليه كامله، الاستثمار من الاليجور داك الشيء تيزاد في الوقوع ديال هذيك لابارتوم وداك لو بيان ايموبيلي، دونك داك الشيء تتحسب على الكليان. الواحد ملي تيجي يبغي يكري ابارتومون بوغ لوكاسيون كور دوري تيجي على بعض الحوايج. هذا الشيء بالنسبه ليا انايا، الاولى السياحه، الثانيه ظروف اقتصاديه يعني عندها علاقه بالخدمه، الثالثه الظروف الصحيه، والرابعه الاداره. يعني ديما اخي ملي تبغي تقلب على شي بديت انفيستي فيها وبغيتي تخدم فيها لا كور دوري، قلب يكونوا فيها هاد لي كريتير، كل ما كانوا بزاف هاد لي كريتير كل ما انك تقدر تنجح فيها مزيان. باش نجاوب على هذا السؤال خصك تجاوبني على ثلاثه الحوايج: بشحال شريتي، بشحال بعتي، وامتى بعتي. الا كنتي مسالي اخويا جاب الباسما ديالك ماشي مشكل، حطها في اير بي ان بي، حطها في لي بلاتفورم كاع اللي معروفين وتوكل على الله. سينو ما خديتش مسالي عطيها خويا الاجونس وتوا معاهم شي 80 بون ريزونابل يعني بين واحد 25-30%، توكل على الله. شنو نقول لك على حساب اخويا شنو بغيتي تسد بها؟ الثمن تيختلف على حسب نوع العمل اللي غدير بها و طول لي الصمتة. وانا جبت فيك المزيان على ديك قاعد في الاراضي باش تطيح على ارض انها مزيانه وكل شيء خص يكون ديجا عندك رؤيه استباقيه هذيك البلاصه اشنو غادي يكون فيها، دونك خصك تعرف البلان داميناجمون ديك البلاصه فين اشنو غادي يطرا فيها، دونك خص يكون عندك علاقات استروطات. وانا غادي نسولك فين بلاصه غادي تبدا، كاينه بلاصه فيها الارض ساويه 4000 درهم وكاينه بلاصه فيها الارض ساويه 16000 20000 25000 درهم. نتمنى نكون جاوبتك. على حسب التحليل ديال المتواضع غادي يطلع علاش مع كوفيد معدل ديال الانفلاسيون ديال التضخم طالع للسما، الناس غادي يقلبوا على ان شي حاجه تحافظ لهم على فلوسهم، دونك غادي يمشيو لشي حوايج انهم تيحافظوا على القيمه ديال الفلوس منهم العقار. كافي اخويا على حسب شنو غتخدم بها، الا كنت تخدم لا سولوكاسيون راه كافي فهمتيني، اما الا كنتي بغيتي تبني بها وتشري بقعه وتبني راه ما كافياش، دونك على حسب اش من دومين في العقار غادي تخدم بها. العملية سهلة أخي، هو داكشي اللي غتخلص في الطريطة ديالك يكون الكرا ديالك تدخل أكثر منه. يعني كنتي نتايا تجيك في الطريطة 2000 درهم خصك تكون كاية بواحد 3000 ولا 4000 درهم ولا 3500، دونك تتبقى لك ديك لا ديفيرونس ديال خويا. نصحك أنك تبني وتبيع، علاش؟ حيت أنت ملي غادي تشري من عند أن بروموتور ديجا باني دونك غادي يبيع لك أغلى ثمن كاين في السوق، دونك ما يخليش لك فين تاكل. هادشي كامل أخي. نصيحة ديال خوك كبار منك، عندك 20 عام بعيد على الكريدي صافي، خلي الا بغيتي كاع دير كريدي دير شي بروجي ديالك شي حاجه يكون رونطابل اكثر، دونك بعيد على الكريدي دابا صافي. امتى تنقول انا انفيستمون واش واعر؟ هو ملي تنحسب لو ريسورس انفيستمون العائد على الاستثمار والمده ديال العائد على الاستثمار، الا كانت واحد المده اللي معقوله على حسب الاستثمار اللي درتي دونك تنقول هذا الاستثمار انه مزيان. إذا كنت غتانفيستي 100 مليون في الأول يعني وغتدخل 5000 درهم في الشهر، يعني خاصك بالضبط بالضبط 20 عام باش يلا ترد ديك 100 مليون. يعني بالعربية ما انفيستيسمون ما والو، وغنقول لك عوج وكتبها بالبوليس ديال 36. لا كيسيو ما كاملاش، ولكن نقدر نجاوب خويا على حساب خويا على حساب الموقع اللي غتاخد فيه داك الطاولة الشقة. تقدر تكون تاخير خير شقة في بلاصة مزيانة ويكون فيها واحد عائد على الاستثمار طالع، وتكون خير الدار بجوج طبقات ولا ثلاثة ويكون عائد على. نصيحة اللي غنعطيك أخي، يلا تبدا في الموبيلي، دور راسك بالناس يكونوا زوينين، إيكيب تكون زوينة، الله يبعد عليك ولاد الكلاب اللي غيطحنوا، حيت لا طحنك شي واحد في الموبيلي الضربة ديالو قاصعة شوية، قاصعة قاصعة، الله يبعدهم عليك. خويا داك الخوف حاجة عادية فهمتيني، أنت داير جاب على راك هرستي النص ديال الباريا، دونك هاكا بديتي معلم، سير كمل طحن، الله يسر لك فهمتيني، غتوصل سير الله يسر لك. بزاف البنات لا ما حطيتهاش راسك، نعطيك مثلا غير مثال، تتشري انت على اساس بقعه اكس كلشي ساليتي وهادي، تجي تبغي تبني تيقول لا البقعه ماشي هي هادي ديالك، ها البقعه ديالك البنك مشاو معاك 75% في الارض هذا هو معاك المزيان، علاش عطاو 75% وانت غتحط 25%؟ واش غلباتو بدي 25%؟ لا دونك انت باش تحط فلوسك باش تخاف تبتع على فلوسك. سالينا
دوز السؤال الجاي. بغيت تقصد اخي وقع البني كاين ثلاثه الكريتير: موقع، الجوده، والثمن. الناس ما غايجيو عندك. البلان اللي عندك في الاول ديال الدار هو انها دار ديال السكنه، وهادو غيكون واقيلا غالبا يكونوا بيوت، دونك انت غادي تصحي وطالع حساب بيوتها باش تخرج منهم كراج، دونك خاصهم تيتابعو وحدهم، وما يمكنش يعطوكم تيتابعو وحدهم باش كينبو وحدهم. وهادشي هذاك اخي تيتسمى النوار، والنوار اخي الدوله مانع، دونك اخي بلا ما تقلب لنا على واكش. ميسين كاخويا كافيه على حسب البلاصه فين غادي تبدا. صافي على حسب البلاصه باش غتشري الارض. صافي الثمن اللي كانت تقريبا لا مويا اللي كانت قبل من كوفيد كانت تقريبا واحد 1000 درهم، مي دابا غتكون شي 1200 1300 درهم للمتر كاري للدار. دونك شوف شحال من دار عندك وجمع كلشي. نقدر نجاوبك يا اخي تنعرف المنطقه اللي غتخدم فيها، وغنحسب العائد على الاستثمار ديال البقعة الأرضية، والعائد على الاستثمار ديال الدور المبنيين، وشوف اللي مزيان فيهم. كاين بزاف المقاولين تيديرو المصارف مزيان، ولكن كاين شي وحدين قدو يطحنو، دونك دا تصارف معاه تصارف معاه ما غادي يعقلش عليك. كاين واحد العيبة أنك دير معاه الفونت ديفينيتيف، تسالي معاه الفونت كاملة، ولا بقات شي حاجة تعطي شويكات وكل شهر تدفع شيك. غدوموندي لهم اخويا الا كانت ملكيه شهاده الملكيه، وغتشوف الملكيه شحال من واحد فيها، واذا كانت تيتات هي غتشوف شحال من واحد فيها. الا بان لك واحد جوج ثلاثه يعني ناس قلال تما، سوا ملكيه سوا تيتا، توكل على الله. من بان لك جوج هذا العباد الله عوج عاقه ولا اي مشروع، امتى تتعرفوا انه ولا رونطابل؟ من اللي تيرد لك داك العائد على الاستثمار، الوقت اللي تيرد لك داك العائد على الاستثمار، دونك من تما ولا رونطابل. تهلا تقدر تبيعو خويا وخا تكون عندو داك لو بيان غير ساعة، يلا سين ساعة نوطي تقدر تدوز الملكية شي واحد بلان. و البلان في هادي هو انك تخلص الضريبة على الأرباح، دونك تا شي مرة غير كيفاش تحسب الضريبة على الأرباح. تاي تنقول ليكم ديما بعدو على السطلة، الله ما خدام بعدو على السطلة، الله يحفظكم يا اخي. تقدر تسلف في البنكات، تقدر تمشي معاك حتى 8% 90% الماكس على حد العلم ديالي. غدير لك راهن للارض ديالك، وملي غادي تبني غدير لك راهن على البني حتى هو. تحليل خاطئ هذا، بزاف المعايير تيتحكموا في هذه الفرضيه. من اللي كيتقدر يتحكموا فيها هو الموقع، دونك تقدر تاخذ في شي موقع بثمن طالع وينقص الثمن والعكس صحيح. نقولك اخي بالنسبه للحاله ديالك انك سوا تشري كراج ولا باسما، اول حاجه شوف العائد على الاستثمار في كراج ولا باسما، واحسن احسن احسن بالنسبه ليا باسما احسن، ما فيهاش المشاكل اللي فيها لو فونت كوميرس لا سيدي بوزكا. بوسيبل لكن انتي غتضحي بشي لعيبه بوسيبل. الحاجة الأساسية اللي ننصحك أخويا ترد ليها البال هو الأرض، خاصك تأكد أن الأرض اللي كاينة في البلان هي اللي كاينة سور تيغ، خاصك تأكد 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 مزيان مزيان. وحتى إلا كان عمر بدات تكون عندك حتى 3 سنين عندك باقي، يلاه تتعلم تمشى تمشى وبدا، فهمتيني؟ عمر معلم ولد يحكم. يعني كنت جاوبت واحد السطوري قبل هاد السيد، يعني لا بغي يضحي بشي عضو من اعضاء الجسم ديالو ولا شي حاجه، المهم دوز السطوري الجايه.